اهلا بحضراتكم من جديد، وبيستكمل حوارنا مع كابتن ياسر ابو الفتوح احد نجوم النادي الاهلي ومدير فني الشباب واللي حصل على بطوله الجمهوريه. كابتن، في صوره كنا قبل الفاصل بنتكلم عنها، صوره بتدي رساله من فريق الباسكت. يمكن زي ما احنا بنقول النادي الاهلي اسره واحده، فالحقيقه الصوره دي بتبين قد ايه فريق حضرتك كان متضامن مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الاول طبعا لكره القدم، وبيوجهه الاشاره بتاعته. ربنا يشفيه ويعافيه، ربنا يشفيه يا رب. وقد ايه يعني لما يبقى لعيبه في السن ده بتبقى عندها الاحساس والعاطفه ناحيه لاعب كوره طبعا في النادي الاهلي، يبقى ده يدل انها اسره واحده. مين صاحب الفكره يا كابتن اللي جت عشوائيه كده؟ والله هم الولاد كانوا بيتكلموا ان شاء الله لو كسبوا يعني البطوله يعني يوجهوا رساله تضامنيه متضامنا يعني مع مؤمن، الله يشفيه ويعافيه يا رب. احنا نتمنى له الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله ويرجع احسن من الاول. يمكن يا كابتن الناس ما تعرفش ان النادي الاهلي كلنا يعني اسره واحده، يعني السباحه انت ممكن تخلص تمرين تروح تقعد على حمام السباحه، يعني الجو ده اكيد انعكس على الولاد. النادي الاهلي كيان يا جماعه، النادي الاهلي بيت كبير واحنا ولاده جواه، وبيرعانا رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره كابتن عمرو الخطيب، العامل كابتن عامر، ومش عاوز انسى حد، كابتن خالد مرتجي، كابتن الدرندري، كابتن جوهر نبيل، كابتن جرحي، هم دول رب البيت، احنا في البيت بتاعنا. والله كابتن كلامك يعني الحقيقه يعني في احساس عالي جدا، واحنا كمان كبرنامج الابطال رحنا صورنا مع اللاعبين وسالناهم او طبعا